أعتقد خلاص جبت لكم الحل. عندك المترجم الخطير يترجم لك 80 لغة، عندك بنغالي في العزبة مش عاجب منك يستعبط وأنا مو فاهم، خدامة في البيت تستغبى عليك، تبى تسافر خايف أنك مش فاهم اللغة مني منك. لا حبيبي خلاص عندك هذا الجهاز، شوف 80 لغة، اختار اللغة اللي تباها واستمتع يا كابتن. حبيبي لا تستهبل علي، أعرف أنك فاهم كل شيء. خلاص حبايبي والله الحين بعطيه تايلندي. أريد الذهاب إلى المستشفى الملكي، عندي موعد اليوم. شوفوا أتكلم بسرعة بعد. يا سلام والله خطير، والله خطير. وتقدر بعد لا تحط فيه بطاقة وتستخدمها مثل مودم، يكون لك مثل واي فاي. يا سلام.